عدنا معناها مشينا شويه للديار. المشاهدين خذوا كويس ما الدنيا غزات. فاش كنت وش لك لحظه برك؟ فاش كنت تشوشو؟ سالتوا على اللقب نتاع واحد صاحبنا خاطر انا بديت نكبر وليت عندي لا لا سامحني دخلت فيكم انا ما عندي سامحوني بالله. لحظه قبل ما نذكر المشاهدين نتاعنا خلينا نذكرهم. ابعث على 85 810 اس ام اس برك يربحك زوز كراهب فيات 500 اي سيزو دي ماكس اس ام اس برك يربحك زوز كراهب. دونك ما فيها باس من تليفونك وابعث. نرجعوا تو نرجعوا للايام نتاعنا. الافلام اللي تعداوا في الدوره هذه باش ندور على الفوتوي الوطني بعد نرجع الفوتوي الفوقاني. شنو الفيلم اللي عجبكم؟ احسن فيلم خلود. نبداو بخلود بعد ريم. ما نجموش برشا بعد شنو؟ برشا قلت لك ما نجمش. لا لا اسم برك تو نجيك. تفضل خلود. شوف لا بصراحة باش نكون معك صراحة. لا احنا صراحة لا لا هكا لا احنا برنامجنا هكا. السنة في ايام كارتاج السينمائية الافلام كلهم مضامينهم متميزة حتى اللي ما همش في المسابقة الرسمية حتى اللي معناها كيما روغار سو السينما التونيزيان ولا معناها كلهم باهين الحق. فما افلام متميزه شويه على الاخرين. فما افلام مصريه كيما ريش مثلا عمل محترم جدا. اميره كذلك مصري عمل هايل. في الكور ميتراج فما حاجات باهيه. وربما انا العمل اللي نتمنى انه يكون عنده تانيت وتانيت دور هو عمل عبد الحميد بوشناق ان شاء الله. اللي عبد الحميد قاعد من عام لعام يبدع ويورينا في امكانيات واللي جاي مازال باش يكون اقوى واقوى. وانا متاكد من هذا خاطر نعرفه مليح عبد الحميد. إلي ميتيكولو يعرف خدمته صناعي ميتيكولو والله اول مره هذه بعد عامين سيزار تنتقى. دونك ان شاء الله نتمنى انه فرطاتو ذهب يكون متوج في ايام كارتاج. معناها انت فرطاتو ذهب واذا كان ما ياخذش حاجه نعتبر انه تظلم. واضح. ريم جو بارتاج سون افي على فرداتو خاطر انا بيجي تفرجت فيه وياسر مزيان الفيلم ومسني لو سوجي. سينو فما برشا افلام سنة في البرمجه ما احلاهم تحت. حتى في الدوكيومنتير سينما حلال عجبني على الاخر نتاع امين ذكرني صاحبنا بوخريس. امين بوخريس تحيه لامين بوخريس هنا. واللي نعاود نقول ما غير ما قلت مره هذي امين عمل حاجه باهيه ياسر اللي هي لا غراتيتود خاطر هو كان قريب ياسر من سينجي بعيد ومن شوقي وفي الفيلم نتاعو نشوفوهم. دونك كيف كيف الفيلم مسني معناه لو دوكيومنتير. والموضوع نتاع الدوكيومنتير هي حلمه باش يعاودوا يحلوا سينما في قصور السيف. دونك انا ننصحكم كان خرج الفيلم تمشوا تشوفوه. فوالا سينو الافلام الكل كانت متقاربه معناها فما اللي اكسلون فما اللي متوسط. من الاختيارات نتاع الافلام السنه حاجه باهيه على الاخر. فرطتوا الذهب دالي. انا فما افلام شفتها في مهرجان الجونه قبل وبرمجت لهنا. وفما افلام زادة متميزه وشفتها في مهرجان الجونه ومتميزه معناها حتى في مهرجان الجونه وعجبتني برشا كما فيلم اميره كما فيلم ريش. في تونس بالطبيعه حاولت باش نشوف الاكثر الافلام التوانسه وشفت الافلام الثلاثه التوانسه المشاركين في المسابقه وكنت نتمنى نشوف الافلام الاخرى حتى نحكي على الافلام الطويله خاصه اللي ما تختارتش في المسابقه الرسميه خاطر سي توجور اليطواغ الاختيارات خاطر نجم تكون فما افلام ما اختاروهاش في المسابقه ولكن مهمه كذلك. والسنه في العامين هذوما بحكم انه الكورونا سكرت علينا وعملناه وما عملناش يعني صار كوميول نتاع افلام. فما قربت 11 فيلم تونسي طويل حاضر. فما 9 افلام تقدمت لايام قرطاج السينمائيه اختاروا منها كانت 3. كنت نتمنى نشوف الستة الاخرين كذلك. كل مره 9 تصور ومتاكد انه زاد في الستة افلام اللي ما تختاروش فما افلام كذلك جيده. دونك الافلام التوانسه كانت متميزه والميزه نتاعها الاختلاف على مستوى الشكل والمضمون كذلك. الافلام زادة كما قلت لك العربيه والافريقيه للاسف الشديد ما نجمتش تشوف افلام افريقيه بحكم كثره الافلام وكذلك في نفس الوقت الضيافه خاطر عندي برشا اصحابي مخرجين ومنجين ومديرين مهرجانات كانوا حاضرين فكنت نقسم يومي ما بين لا بروجيكسيون ومن بين ضيافه الناس هذوما. ولكن الملاحظه اللي نحب نقولها انا وتحمل مسؤوليتي فيها هو انه ايام قرطاج السينمائيه للاسف الشديد مازال ما بلغش المرحله والمرتبه اللي يستحقها فعليا بما انه المهرجان هذا هو اعرق واقدم مهرجان
مهرجان عربي وافريقي. للاسف الشديد قاعدين نشوفوا في مهرجانات قاعده تنبع. جاوا البارح وتلقاهم السنوات هذه الاخيره. لا مش الامكانيات فقط، لا سامحوني، ليست الامكانيات فقط، هي اراده اولا وبالذات سياسيه بالاساس، ثم اراده خاصه، لانه كي تبدا فما اراده سياسيه قويه تكون وراها ناس فاعلة. وأنا متأكد اللي عنا اللي كومبيتانس موجودين في تونس لو كان تكون فما إرادة سياسية اللي سيكتور بريفي بالحق يدخل بخاطر كي نشوفوا تو مثلا اللي سبونسور نتاع الفيستيفال فما تروا سبونسور دولة. سبونسور دولة. دولة وينهم الآخرين الكل؟ وينهم الآخرين الكل اللي قاعدين نشوفوا فيهم الكل؟ حتى سبونسور ما شجع هالمرآة أو النافذة الكبيرة على بلادنا الجميلة جدا. دونك خلاصة القول، العديد من الأفلام الهامة أحسن فيلم ونتمنى تتويج يكون تونسي. تونسي أهم حاجة. ملاحظة جست بور اجوتي الكلام داني على سبونسور، سبونسور يحتاج ان مونتاج فينانسي، معناها اللي باش يمشي له يلزم يفهموا اللي راهو المهرجان هو في حد ذاته سيفري مهرجان يخدم الصوره ويخدم السينما التونسيه ولا العربيه الى اخره، ولكن فما روتور سور انفستيسمون. هنا فما دي جيستيونير ان كيستيون، سامحني، فما دي جيستيونير ان كيستيون، فما ناس تعرف خدمتها. لو مونتاج فينانسي لي امبورطون من دور رجل الاعمال يقول لك انا جو سوي ان كوميرسون يلزمني نربح، وفو كو جو سوي ان كوميرسون عادي انك تقدم له كيفاش تنجم ترجع فلوس. هذا مهم جدا. انا رجعلك هو لا 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 فما الجانب هذا موجود، معناها ما تنجمش ان سبونسور ديما عنده ان روتور سور انفستيسمون باش يحط فلوس. يقول لك نحط فلوسي من بعد يجيني مصلح واسي يقول لي مره في اربع سنين. لا وهنا الاراده السياسيه مهمة جدا، خاطر هي لوكوموتيف. إذا كان تشوف فما إرادة سياسية ليزوم دافير يجي وراها. ما كناش نقولوها فمهم ومهم جدا. حتى هذه كنت تقولها مع بعضكم. أنا دوني بس يقول شيء معاه. هو دليلي كان يحكي كلام قصير كلام. قلت أنا. أنا نحب نقول حاجة اللي. ما نروح لعود تصوير. ما نحبش نقولوها مع بعضنا. نحب نكمل. رجعلك الكلمة. بيكا شوف هو اسألني سؤال. الكلمة قالت بيناتكم. أنا أحسن فيلم عجبك. أنا نقول أنه التاني دور بالنسبة لي أنا. بدون ذكر الاسماء خاطر تحب ولا تكره فما حساسيات، وانا تونسي مخرج وممثل في نفس الوقت. انا نتصور انه التانيت دوغ باش يكون ما بين فيلم تونسي وما بين فيلم مصري. عرفتهم انا نقول هكاك بعد ال يا ولد بطبيعة الحال تاني الدور ان شاء الله باش يكون تخذي البارح. هو صحيح انا هذاك علاش حتى ما المشاهدين ما نخبيو عليهم شيء، انا باش نسمي البلدان المشاركه الكل وفي المونتاج ياخذوا البلاد هما يعرفوا اللي سجلنا قبل ولا ما يعرفوا. يعرفوا المشاهدين نخبيو عليهم شيء المشاهدين. اما الحاجه اللي صارت سنة دونك العباد الكل متوحشه السينما ولا شيء زي اما المشكله اللي سنة فات مثلا توا شو ما الافلام اللي شفناهم كنا بودنا نشوفوا اكثر نومبر دو افلام بوسيبل، اما مشكله سيكر على خاطر لا كاباسيتي دونك ناقصه. شوف الكراسي وراك فارغ انت اوز فوالا اوز بالحق اللي قالوا الحاجه باهيه موجود بالعكس قبل موجود اما تسكر ما فماش خاطر 50% دو كاباسيتي دونك ان شاء الله يخرجونا في صالح. هما من غدوه نصور من نهار اثنين معناها اللي هو غدوه يبداوا موجودين في القاعه ان شاء الله. دونك ما فيها باس التوانسه يحبوا تلقاهم موجودين. فرطة الذهب غدوه يخرجوا فرطة الذهب غدوه نمشيو نتفرجوا. مصطفى شو اخر فيلم تفرجت فيه في الايام كان مشيت؟ تحياتك. لا مش تحياتي تفرجت برشا. اخر واحد كركر تاع محمد سعد. كركر انت قاعد تو كركر تاع محمد سعد. يا ودي نحكي على جي سي سي. لا سكويد جيم عجبك؟ لا سكويد جيم ثانيه شو الفيلم؟ انا فات ريم استدعتني للفيلم نتاعها سلوى نحب نقول لها تصفيقه على ريم ابدعت بالحق والله حاجه ريم. الحقيقه انا من الناس من العشاق نتاع الافلام التوانسه، ديما نتبع وديما نتفرج ونحب نتفرج في الافلام التوانسه. ريم في سلوى ابدعت 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 برافو. حاجه السؤال اللي يجي بعد عادة السؤال اللي باش يجي من بعد فضل. ريم ابدعت السنة باش نشوفوك السنة في رمضان ولا؟ باهي لحظة برك ما عيطوليش ريم ابدعت نشوفوك السنة في رمضان ولا؟ والله ما عيطولي والله ما نعرفش عليك عليه بالله خير فضل ما نعرفش والله ماذا بين فضل اسالهم وين الكاميرا تاع المخرجين؟ انا هذيك كاميرا المخرج تاع المنجين هذه اي عندنا كاميرا المخرج هذيك تاع المشاهدين دادا سعاد في السير هذيك لا ما يخدموش هذيك هايك هذيك بالله المخرجين علاش؟ شو؟ ابدع تقول لنا الدخلة برك وكل الغزرة اللي ياكل ربي يعرف شو يعمل مانيش مخرج كيما بديت كرونيكور وليت مصاري باهي نمشيو توا البلاصة باهية طلع شيء لمطة تبان
عمي يا صياد عمي يا صياد عمي يا صياد رميت شباكك فين عمي يا صياد رميت شباكك فين كل ما غصطاد يطلع لكم تعبين عمي يا صياد رميت شباكك فين كل ما غصطاد يطلع لكم تعبين بقول لك يا عبد سلام عم احمد السمك بيقول لك مطرب رب رب صلي على النبي ابدعت في باش تيح ولا طياره برافو والله ابدع ابدع دالي وحده قاعدتها مايكل مايكل غمضت عيني وفي باليش مايكل رحمن وقول مايكل به عندنا جو جديد مزيك احضر حتى ارتور هو اللي دروا عنا احنا برنامج مش اللي بالفلوس اما ارتور مازال ما بداش فيه خاطر فيه صحيت معنا التوانسة لأول مرة بدينا فيه خاطر أنا ما نعرفوش هو البرنامج الروبريك بديتو فيها من عام ناول أما السنة بدلناه سوشي اللي كريتوه بعام ناول مش حق اسمها شيكينج سوشي جو هاي سيدي هاي نعطيكم توب وكل ما تطيحوا كعبة سوشي نزيد الأوبجيكتيف تطيحوا على سوشي توب ابدأ
لا 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 باقيت لا 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 قالوا اللعبه قالوا لا خلينا نفتح واحده صح هاو تيجي والله يخرج منه والله يا تيجيوا صح طيب لازم نكاني بها يلا داو 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 لا عاشق نلعب معكم هذا اسمعني انا هذاكم طاحوا ما نحسبكش استوفى عندي انت طيحتهم لا لا والله لا والله انت ما لا اخرت في الطاوله اخرت انت طيحتهم الجمهور يعطيني صحيح حاتهم بيديه ولا بالباقيت باقيت حجاج راكم كله حاجه كان عمان والله قنا استوفى هو الفايز في التشوكينج سوشي مصتوها حتى رقم قياسي اول مره اربعه سوشي اربعه يا بنتي مسكينه الماكينه اللي فوقها هما اربعه من الناس لا لا الماك قوي له اكثر هو البوان تاعو بيكا تلقى روحك يا هذه والله نجربوا معناتها نجربوا خاطر انا نعملوا خلود جرب بارا سيدي هاي بيكا خلود هاي بالله لا بصيحه مش هكا دقيقه ونص عندكم نبداو توب خمسة عاد فيك يا اخي كرب حجر صرت الزوز فهمت صحو والله ما انا من هنا دخلت يا مصطفى نرجع للفار مصطفى مصطفى يا نار بربي لا لا نرجع للفار نرجع للفار نعاودوا الكل معناتها شكرتك بلا خاطر حطمت رقم القياس لا 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 قياس مغيار لا 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 وراس طول انا عنده لوريات عنده الفار ولوريات طيب شخالي مصطفى طيحت ما لا لا دونك خالد وبيكا لا لا ما غير ما تعاود ما غير ما تعاود هيا طيحوا مصطفى انت طاح وحدهم الفايزه في المسابقه بتاعنا هي والله طفل في اسمع طفل هذا والله حنين ودافي ستار صادق ظاهر دافي وحنين وما يحب يخلي حد شيء خلينا نحب نعتذر مش من بيكا من التوانسه قول خاطر حاجه خايبه قول له ماك الكاميرا قول له نحب نعتذر من التوانسه الكل على اللقطه السيئه اللي صارت بدرت مني انا نعتذر من بيكا سبيسيفيكامون سبيسيفيكامون نعتذر منك انت ومن الببليك سامحوني يعطيك الصحه نعرف كيفاش تتغشيت نجم تهدي لي مثلا عام كامل سوشي اي فكره هي بينا والله عارفه هذا انا نقبل التحدي هذا اوكي اوكي عام كامل سوشي عام كامل وين انا مش كل يوم مش كل يوم
قال انا وفيك بالله بلاتنا بلاتنا عائله وحدنا تاكلوش وشي جد منين عندك دليل انت والكعبه يا اخي تنقز خليني نرجع دليل مغش عليك انا قبيله في الاوف قال لي رسمي ابار لي فاز السروال قال لي السروال مفتك ما حبش مغش عليك تاكل السوشي انا مره صدعني واحد صاحبي ممكن هو توك بشيرها توك بس اما ميسيرش عائله واحده صدعني واحد صاحبي قال لي اليوم ما تاكل حتى شيء قال لي راهو جوع خليك جيعان قال لي باش نعمل لك عشاء رد هز جيعان اليوم نعمل لك عشاء وقعت ما كليت حتى شيء زدت مشيت ترنيت وروحت دوشت وغلست الحوايج وخرجت انا والمدام ومشينا خويا دخلنا للدار تبارك الله الدويره كل شيء قعدنا في الصالون طاوله هكا وعيط للجماعه قالوا له ما ودخل خويا بلاتو قدنا كل كله سوشي وانا ما ناكلش السوشي جملة وبتاتا حتى الكرانشي حتى سوشي حتى فما الحوت اللي مش نايف فما لا السوشي صحيح ياكلوه هو ما ياكلوش دون ما ناكلش غير السوشي ما ناكلوش خويا تربينا على ربي باش نقول حاجة خاطر نعرف ماك تعرف لا 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 نعرف لا ماكم تعرفوا الكل خاطر راهو السوشي دونك ماكلة جاية معناتها مش من عندنا مش بتاعنا وهكا نتاع فيل دو تون تون نعملوا عليها كيف كيما برشا دي ريستورون قاعدين يحلوا توا بور ديكوفير جوستومون خاطر سي دو لا كولتور اوسي باش نجربوا كوجينات اخرين دونك فوالا باش منا اي بيسو بيسو خالد تاكل سوشي حبو ياسر انا والله العظيم اللي نهضم لا خالد ياكل السوشي ما نعرفش ناكل ناكل السوشي انا في ليه مش هذا بتاع الباجيت قبيله مصلي على النبي يا ما صبري انا والصغار زاد الاولاد صغار زاد انا بنتي 4 سنين تاكل السوشي وتعرفوا ولا ما نعرفوش انا ماذا بهم كل يوم سوشي والله لاني حلقه سبيسيال سوشي هذه عرفت عمري 40 عرفتك يوفيتا تموت على السوشي شكون يوفيتا هذه بنت عندك كلبة. بنت كلبه كلبة. اللي جابتها معها ما نحكيو ما خبيو شيء احنا عائله واحده اكثر من هكا باش كله مني كله مني عندها جابت معها الهبه نتاعها الهبه قاعده الفوق هنا وكل ترتيحه تطلب شكون لهي لها بالهبه الفوق ريت سينما في فلوس ريت ريت سينما في فلوس ريت 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 كويت تصفيق ريت هو لازمنا تقعد قويه شويه بالحق سنين ولا اي لي بنتي تخدم كيف بنتها بنتها محلاه وشنو النوع هذيك الراس شاو 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 نوع هكا نتاع شاو شاو سهريه سوشي كان وسبيكا ولا رانا جبناها مسكينه مش مشكله هات ولا تحب نجيبوا شاو شاو تعمل حتى مشي جاي على تابيروز حتى على تابيروز جيبوها انا خاويفه دونك جيبوها ما لازمش تخرب هي تخطل من خاويفه وانا نجيب حاجه تخوف بيكا يستحيل وبالموصل وصل الحكايه هذاك علاه ما تقولي شيء بالموصل بالموصل بالاصل 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 بالموصل كي بدات مع ارتور بلاش كاسك معناها نقول له الكلمه وهو يوصلها لدالي دالي بيكا بيكا ميميوها معناها ميميوها ميميميو ما غير كاسك باه الكلمه باش نقولها توا الخلوده وخلوده يقولها لدالي وهكذا ولكن لين توصل عند ريم بالميميم ان شاء الله توصل الكل ما فلام راهو كله افلام التوانسه يا سي مصطفى واضح فهمت وتونسيه وتونسيه يلا ننطلقوا اشتراك فرنسي تونسي ولا تونسي سي بون ننطلقوا خلوه ده حتى اون جينيرال افلام التوانسه ماهوش تونسي هكا مالوريزمون باهي الموسيقى نتاع ريسبسيون نتاع اوتيل باهي جيبوا لنا شويه سيترونات حيونا الموسيقى خويا ولا حاسس ولا حاسس روحي كي بديت في التاريخ بيكا فما شكون عيط لك باش يبدا خالد بدا بدا سي بون ما تسميش الفيلم خذوا كيما هو وصلوا للستوفا صح علي نجم نتكلم انا فيلم تونسي لا ما تكلمش يلا برك يلا انت بقى تاخذ من عنده وتوز الصوفة مش تقعدوا تحكيو شعرك الله كاهو اكاهو اكاهو اللي عنده يززي ايوه ما تكلمش صوفة انا برك نحكي ميمي بالقدير مش مثال ما تكلمش يا صوفة عبيت تسمع عيب رانيا موتور ما تكلمش رانيا هكا وفي الوقت اي خلط كيما خلط هكا وفي الوقت دور اي سي بون هكا ما تكلمش انا نحكي ليش الاسامي ما يراوش انا نحكي انا منشط
تركي سي بون. ما تعرفش تكلم. لا 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 ما تكلمش ما تعلقش انا اتكلم ازعم سنحاول بشويه كثير اعطينا بالموصل شنو ولا لا لا ما تغزل حد تغزل حد سي بو كابتيت هيدي نورمالمون بشويه كي سلطان المدينه برافو كلمه سلطان المدينه هاي دور 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 هاي 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 سلطان ارجع هنا اجا هنا لافيش نتاع سلطان المدينه نعاودوا نقلبوا نظموا لي روحك بيجا 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 انت تفهمني هاي 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 سيبا 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 اقعد الاولى نسوفا سوفا هاي الاولى توا انت قدام هي الاولى ما نسالش ناخذ بعضنا على النظام الاخرين الاخرين منى الفيلم الثاني فيلم تونسي خالكم نعملوا شويه هاي توب نبداو هاي وبالله ما تكلموش واللي يدور الاخرين يعطيوه بالظهر خلنا فرانسيس تفرجوا فينا هذا انفيتاسيون تاع عرس هذه تكلمت انت ليه ما حكي لا سهلة ديك سهلة نورمال بصح تضيعوا سهلة تضيع على هنا دور ديريكت في الوقت في الوقت هاي خلينا نهبلوهم الفرنسيس بالزربه نحنا دالي عيط لك دالي سهل سهل دالي عيط لك لا يا ولدي هات ندور له سهل يا ما تتكلمش ديما هكا ما تتكلمش اخر هكا وين المشكله نتاع لا 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 عادي فرانسيس تفرج ويقول لك المنرش ماخذين عليه لهفه سي بون سي بون يلا برافو انا بالو قالك بالو هكا هو لا بديم ستوفا حطوا في اللخ هكا هو سيبا وصلت اي سيبا كاو فيرو رانيا وي دور اي ركضت رانيا يا ربي تست انتهى هكا هو يا سهل خاتم فيه اوه اوه انا منشط فيه الوقت وفيه الوقت عليها كان ميدالي عينيك ولا نطير رانيا 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 هل تمشي خطي خطي شنو بالله هكايا وهكايا شنو عرس عمتي ما عرس الذيب برافو هاي بدلوا بدلوا قدم هاي قدموا قدم بالعكس 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 هاي الاولاني ولي الاخر الاخراني ولي الاول على ماشيين هاي الاول الاول مصطفى والله مصطفى مصطفى ديما يعمل هكا عطيه فيلم السيدة كله بهكا هاي سيبا سيبا هاي وبالله اللي يقول لصاحبه الكلمة يقبل ما يخرج منها ما قلنيش فرانسيس يتفرجوا فينا راه يقولوا المنشط خلينا نخرج نحكي شوية هنا لا لا تيجي تو الفرنسيس يقولوا شبين المنشط ماخذين عليه الهف بالساعة نقول لكم ما سبق حد ما سبق حد لك وقت كي لازمكم ما تصفقوش صفقتوا صحيت صفق حد والله يتفرجوا فينا قلت لهم دوروا مسكي وعاود ما اسمع كلام حد بيك ثامن مره فرد بلاصه ما تحركتش مسكينه هيا دوروا ما يضحك حد شوي سيريو شوي سيريو عايش ترجع كيف البارول الحلقه الجايه مدرسه الشيخ بيه الكل بالبارول تاعك ما يرجع حد الولي الولي جيب الولي جيب الولي ولا ولادك جيب ولادك ما تجيب حد انتم الزوز ما تجيبوا حد يجي وحدكم كيما يجيبوا الولي بارك الله فيك هاي نبدا وين عم جان كيف صح كيف يعطيكم الصحة عائلتي لك عمتي ورش خالتي صعيب ياس شنو لا حتى تسلموا على بعضكم بالساكته منشط عمي منشط بالله بعد اعطيو لنا بوز نفرحوا البابيونات يطيروا شويه رجعوهم لنا بالله عيب شو التصريح شو التصريح شكرا شكرا سيد يسكت يا حوار انا نيزي بوك يسكت هكا ديجا هاي دور هاي دور هاي والله لا عملوا موسيقى فيسع يا ريم شوي اخر عندها انا ما عملت انجينير يا بنتي انا ما عملت ايش بتعدى الطول يا ريم يا مدام
شنو التسيب هذا؟ يا ودي نحيوا البرنامج وكاو. يا ودي شنو هو؟ شنو التسيب؟ عطيك طول. يا بنتي. يظني لازم نجي نقعد هنا تو ننظر أصعب. جيب ناصر يا ولد كمل أنت شد والله كمل أنت. العظيم لا ما عادش. خويا السلام عليك يا جعفر راهو صباتك. يا جعفر. جعفر. وقفك وقفك. لا ولا لا 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 انا تلفت كيف هروح لا اسمعوني نكمل بقى خلينا نكمل كلامي انك تسيب يا ودي ليه ما غير تلحليح قاعد يا هاي كاميرا هاي كاميرا يا حتى قولوا مستمع بالله لحظه جعفر يا جعفر هذه اخر حلقه ها صباتك تعال نحطوا الفوق في اللوج سروال داخليني تاع امين قاره وربي سمعنا بعض الخير يا ميغال اول مره 5 سنين ما جيت اي جا وينو كل سكار بتاع صوتك القصار رجع هنا ما قلت انت شامت فرحان يا ميغال سيداتي أولي سيداتي ما تربح من العربي كان بلاستو ومقالوا مشي أنا بك كارت الحاج ما يمتل فيك أهو 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 استفقوا سيب الملا فوضى أي فوضى يا كاميرا هي الروبريك بتبيعاتها ونشيت بكده بالحق طوى بعضها وناس نقص منها تقول فانتويت في كار ما هي السمباتيك منافقوا ببعضنا ريم ريم مصفى دي ما عمل مصفى مطور ما هيش بيه نحب نظام نحب كي نبدأ نحكم في البرامج لسكو تسمعني هايك قطعهم الأوراق وضني ما حياك كما زي كانوا مريك الأوراق هي قطع البرنامج سعولتا هبك رجع لوريتي بالي هي الروبريك بالحق ما قام سيد وش بكذا فيها أنا ليه ربحنا زوز حلو زوز فما زوز حاجات واحد يعمل معادش وقته ولا نريم عنده ديريكت انستغرام شوي اخر ليه حسرة معادش نعم ديريكت ليه ليه يا حسرة معادش معادش وانت لو ندخل نعمل طلع ونخرج تراني نتعملت لك كونت اخر اوكي سيم هاش هاش انا ذاك نقول اقرب اقرب الكاميرا براهي عندي اسمع معاش بكري ما نسيب خويا من المتاع حق الميكرو هنا ما نسمعش طال الله ما صدقش خلنا نقولوا للمشاهدين باش نمشيو لروبريك اخرى توفيه خلنا نشوفوا نشر ورقه تو نشوفوا فلوريت تقول لك فلوريت لا ميكرو لحد حتى لوريت ما فماش بس خلنا نشوفوا هاي كملوا نلعبوا اسمع الروبريك يا جماعه موتور اسمع ببليستي ما فيش اخر ما فيش ما فيش عادي حسيت وقت عشوة تو نقعدوا اقعد 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 احلى تحية مش هاتين العسل نمشيو ببليستي ثم نعود مهبلة ان شاء الله